في زمرتنا. السلام عليكم، يعطيكم العافية جميعا. هي بس ملاحظة يعني أو تعليق، في مناهج المدرسة عندك الصف التاسع العاشر الأول ثانوي التوجيهي ولا درس بيحكي عن الزلازل ولا درس. يعني طالما عندنا هاي المحاضرات وعندنا هاي المواضيع وعندنا صدع البحر الميت التحويلي وما أجد درس أشرحه لطلابي عن موضوع الزلازل، يعني بتعرف الطلاب بصير اجتهاد شخصي من المعلم يعطي يعني معلومات إثرائية، لكن إنه إشي الطالب ما بدرس إشي معلومات إثرائية، لازم يكون موثق بالكتاب حتى يفهم إيش بيصير حواليه. بس تعقيب على تفضلت فيه الزميلة، الحقيقة منهاج القديم كان في وحدة بالتوجيهي تتحدث عن حركة الصفائح وفصلين مستقلين تماما مربوطين ببعض أيضا بتحدث عن الزلازل بأنواعها وأيضا البراكين، كانت وحدة ممتازة في التوجيه. المنهاج الجديد تم إلغاها، ست وحدات منهاج التوجيهي، ثلاثة منها الآن لا علاقة لها بعلوم الأرض، ففي نوع من التسطيح والتسفيه حتى لهذا الموضوع ضمن المناهج المدرسية. بس تعقيبي على صديقي وأخوي الدكتور عبد الله حول دور النقابة وتقصير النقابة، احنا الان اعضاء مجلس يا دكتور عبد الله مشيت، فبالتالي يعني هذا دورك من حيث التخصص يعني، وبالتالي لازم فعلا اسس لا يعني لا لا لعقليه جديده ان تقوم النقابه بدورها في المستقبل ضمن المحاور اللي تحدثت عنها. يعطيكم العافيه. وكتاب التوجيه نفس الشيء، وكتاب العاشر في شابتر كامل من أجمل ما يكون كان يتحدث عن الزلازل، هذا الحكي 2015-16 لأن المناهج تغيرت وحدث شابتر. فالعلم اللي كان بالصف العاشر بتطلع عليه والله إنه بعطي معلومات رائعة جدا عن زلزالية الأردن وضع الزلزال والتكتوني إلى آخره. كذلك في شابتر كامل أول ثانوي عن الصدوع التركيبية، يمكن أفضل اللي موجود في الأول ثانوي كان أفضل أنا كاتبه، أفضل من بتاع الجامعة. أنا برد في الجامعة ما وضع في للطلاب في المدرسة والله أفضل من الجامعة. كتاب التوجيه في تشابتر عن التركيب الداخل الأرض وبليت تكتونيك، بليت تكتونيك في التوجيه أنا كاتبها أفضل مما هو في الجامعة. هذا الحكي في المناهج القديمة 2016 أعتقد، لأن كل المناهج تغيرت وأعتقد هاي الموضوع كلها انشارت الآن من كتاب علوم الأرض والبيئة. يعطيكم العافية. آخر لجنة المناهج ولا شو اسمها؟ أكيد لجنة هم مسؤولين عن هذا، بس أنا كنت أنا في لجنة إشراف وهاي المواضيع والله كاتبها أفضل ما هي في الجامعة وبلغة عربية من أحلى ما يكون، مش من درس بالإنجليزي بالجامعة.